مساء الخير واهلا بيكم. اسبوع جديد وكلمه اخيره. النهارده رئيس السيسي شارك بالفيديو كونفرنس في قمه الاتحاد الافريقي رقم 34، اكد ان مصر قد انخرطت في مباحثات سد النهضه بنوايا طيبه، وان الهدف لن يتحقق الا باراده سياسيه مجتمعه من الدول الثلاث. الكونغو تتسلم قيادة الاتحاد الإفريقي. السؤال هو من سيتابع اجتماعات سد النهضة؟ هل ستكمل الكونغو ما بدأته جنوب أفريقيا عندما بدأت هذه المفاوضات بعد أن لجأت مصر للمجلس الأمن وللأمم المتحدة؟ إثيوبيا مستمرة في تصريحاتها بأنها غير معنية بفشل مفاوضات سد النهضة، وأنه الملأ الثاني لخزان السد سيكون خلال أشهر قليلة، المفروض في يوليو وشهر الفيضان، سواء وصلنا لاتفاق أو لم نصل إلى اتفاق، إذن ملأ أحادي للمرة الثانية. دي تصريحات إثيوبيا. أما السودان فيطالب بوساطة، هنوسع الوساطة شوية، ما بين ما تبقاش فقط إفريقية لكن تبقى إفريقية أوروبية أمريكية لتحريك المفاوضات. هنتكلم في هذا الأمر ونسمع جزء من كلمة السيد الرئيس. النهاردة أيضا وفي الشأن الإقليمي نحاول أن نحلل ما معنى الانتخابات الليبية الأخيرة اللي نتائجها كانت بالأمس. ماذا تعني هذه الانتخابات بالنسبة لمصر وتأثيرها على الأمن القومي المصري؟ مصر مع عدد كبير من الدول رحبت بنتائج الانتخابات التي تعني أن المسار السياسي قد بدأ بعد تعطل لمدة طويلة وكان هناك في تهديدات بالحرب. خلونا بس نذكر دائما أنه هذا ما الانتخابات أمس ونتائجها هي مرحلة مؤقتة تنتهي في ديسمبر المقبل حيث تعقد انتخابات رئاسية عامة. أما محليا فسنتابع قضايا عديدة، منها الجدل الدائر حول الكوبري المقام بالقرب من كنيسة البازيليك في مصر الجديدة، ونتكلم أيضا عن الجرعات الجديدة من الفاكسين الصيني متى تصل. حلقة طويلة، يلا نبتدي. إذن انطلقت اليوم وعلى مدى يومين اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول في دورتها العادية رقم 34 بالفيديو كونفرنس. الرئيس السيسي طبعا شارك في القمة وقال إنه مصر قد انخرطت بحسن نوايا وجدية في المسار الإفريقي لمفاوضات سد النهضة، أملا في التوصل إلى اتفاق منشود بما يراعي مصالح وحقوق الأطراف المعنية، وهو الهدف الذي لن يتحقق ولن يتأتى إلا بتوافر الإرادة السياسية لكل الأطراف. عبر عن الرئيس أيضا عن ثقته في قدرة الاتحاد الإفريقي تحت رئاسة الكونغو الديمقراطية في المساهمة بدفع مساعينا الرامية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل تنفيذ المرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة بما يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث. نسمع جزء من كلمة السيد الرئيس. أتوجه بالشكر والتقدير إلى أخي فخامة الرئيس سيريل رامافوزا على جهده المقدر للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن وملزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وانخراطه شخصيا في هذه المفاوضات بما يعكس حرص سيادته على إعلاء المصالح المشتركة للدول الإفريقية والبحث عن الحلول للقضايا والأزمات التي تواجه قارتنا. ومن هذا المنطلق فلقد انخرطت مصر بحسن نية وجدية في المسار الإفريقي أملا في التوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح وحقوق الأطراف المعنية، وهو الهدف الذي لن يتأتى تحقيقه إلا بتوافر الإرادة السياسية لكافة الأطراف. وأنني إذ أؤكد على حرصنا الشديد لحل هذه المسألة من خلال المفاوضات الجادة بما يعزز الأمن والاستقرار
والتنمية في المنطقة، فأنني على ثقة في قدرة الاتحاد الإفريقي تحت قيادة الرئيس تشيسكيدي في المساهمة في دفع مساعينا الرامية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة قبل تنفيذ المرحلة الثانية من عملية ملء السد، وبما يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث. التصريحات الإثيوبية مستمرة، لكن خلوني أقول لكم آخر تصريحات لرئيس الوزراء السوداني للحكومة الانتقالية. ماذا يقول حمدوك؟ يقول سد النهضة يشكل تهديدا لأمن نحو 20 مليون سوداني، حل مسألة سد النهضة يجب أن يتم وفق القانون الدولي، متفقون على المضي قدما لحل ملف سد النهضة ضمن الحلول الإفريقية. رغم أن النهاردة كان هناك تصريحات أيضا سودانية تتحدث عن رغبة السودان في توسيع المفاوضات لحلحلة الأمر، لتكون هناك مشاركة أكثر لأوروبا والولايات المتحدة، وكان ده كان الطلب السوداني قبيل فشل المفاوضات في 10 يناير من شهر، يعني لما السودان طالب بزيادة دور المراقبين في المفاوضات، وهو ما رفضته إثيوبيا. نرجع للتصريحات الإثيوبية لليوم الثاني على التوالي، والتصريحات الحقيقة ما اتغيرتش عن التصريحات اللي بدأت بها إثيوبيا المسار. وزير الري الإثيوبي بيؤكد أنه أي اتفاق يحيد عن إعلان المبادئ اللي هو 2015 لن يتم الموافقة عليه. مش عارفة يحيد عن المبادئ إزاي. وقال أن أنه بناء سد النهضة مستمر بشكل سريع، متوقع أن يخزن السد هذا العام 13.5 مليار متر مكعب من المياه في موسم الأمطار القادم، بنتكلم عن يوليو أغسطس. وقال أيضا وزير الري السوداني إن أديس أبابا غير معنية بفشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، مؤكدا اكتمال بناء أكثر من 78% من السد، وإنه إثيوبيا ستبدأ عملية ملء السد، ملء بحيرة السد خلال الأشهر القليلة المقبلة. معي على الهاتف وزير الموارد المائية الأسبق دكتور محمد ناصر الدين علام. دكتور، يعني الآن الكونغو تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، ماذا يعني ذلك بالنسبة لمفاوضات سد النهضة؟ وأنا نتمنى أن الكونغو تكون بدايتها أحسن في هذا الملف، وفي نفس الوقت الحقيقة إدارة جولات المفاوضات تكون أفضل وفي إطار متفق عليه. اللي حصل في الدورة الماضية برئاسة الاتحاد الأفريقي، برئاسة جنوب أفريقيا الاتحاد الأفريقي، كانوا بيقعدوا الدول الثلاثة يتناقشوا مع خبراء الاتحاد الافريقي، وفي الاخر بيحصل ان النتيجه يقول لك لا، ده عدم توافق الدول الثلاثه على اتفاقيه. ايه هي الاتفاقيه؟ ايه هي بنودها؟ ايه الهدف الاساسي من الاجتماع؟ كان غير مكتوب اجنده واضحه توضح ماذا سيتم التفاوض عليه، وما هي نقاط الخلاف المفروض التوصل للحلول اليها. فنقاط الخلاف الحقيقه معروفه، لان كان الاتفاق الامريكي او الاتفاقيه الامريكيه او المسوده بتاعتها كانت بتشمل نقاط كثيره متفق عليها من الدول الثلاثه، وبعض النقاط الخلافيه التي اثارتها اثيوبيا. فمن المفروض هي ان احنا كنا نشتغل على نقاط الخلاف فقط، ولكن بدلا من ذلك اثيوبيا طلبت الرجوع لمناقشه جميع البنود، وبالتالي تتراجع عن اساسيات في التفاوض التي يقول عنها وزير الري الاثيوبي انه خروج عن اعلان المبادئ اللي تم اعلانه في 2015، يتكلم عن الاداره بتاعه لو ييرز او اللي هو الجفاف الممتد وخلافه، كيف تتعامل الدول الثلاثه في هذه الامور. فنقول ده خارج خالص الاطار بتاع اعلان المبادئ، فيجب الاتفاق اعلان عن ملء. ولو حصل خلاف في بالنسبه للتشغيل، يعني بالنسبه لكميه الميه بعد ملء السد، ده يبقى نعمل اتفاق اخر فيما بعد نتفق عليه. وده بمعنى اصح ان هو عايز ان السد، ان احنا نمضي موافقه على ملء السد، فان لو اختلفنا في التشغيل بقى مشكله تانية. مش مهم ان اثيوبيا حتى تحصل على اتفاق ليه، بالعكس اثيوبيا حريصه على عدم الاتفاق حول التشغيل لتفضل هذه الارضيه
الى ما لا نهايه، وبعد ما تشغل السد وبعد ما تضمن انها خلت كل شيء. فده امر الحقيقه في منتهى الخطوره على مصر. ليه؟ لان تشغيل السد ده معناها كميه الميه اللي هتطلعها اثيوبيا من السد لدولتي المصابه. لو كميه الميه دي اقل من الكميه الميه السنويه بتاع النيل الازرق اصبح عندنا عجز مائي. عجز مائي السودان هتاخد نصيبها قبل ما يوصل لمصر، فاصبح العجز المائي طبعا على مصر محمد بالكامل على مصر. طب هو 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 السؤال، هو دلوقتي احنا هو ملا في المره الاولى ملا حوالي ايه 4.5 او 5 مليار متر مكعب، وكان موسم فيضان عالي، وبالتالي لم نشعر بالتاثير رغم ان السودان عانت في هذا الامر. لكن الان هو بيتكلم على 13.5 مليار متر مكعب في موسم لا ندري ان كان الفيضان سيكون عالي ولا لا. تمام. احنا رايحين مره اخرى، احنا في شهر فبراير، الملء في يوليو، احنا قدامنا يعني 4 أشهر على يعني ملء احادي مره اخرى. إذ يعني هل هنفضل في هذا المسار ام انه يحق لمصر الان ان تتجه مره اخرى الى مجلس الامن، ولا هنفضل اسرى المسار الافريقي؟ لانه احنا وافقنا على المسار الافريقي، يعني ايه الحلول اللي قدامنا؟ هو الحقيقه الرد كان البليغ لهذا الامر كان رد سوداني، ان بدايه ملء المرحله الثانيه بدون التواصل الاتفاق مع مصر والسودان بخصوص ملء سد النهضه وتشغيله ده يعتبر تهديد للامن القومي. وليه السودان قالت كده؟ هو الفرق ما بين السودان ومصر وتاثرهم بالسد ايه؟ ان التاثير هنا للسودان تاثير مباشر، لان السد بتاعهم على بعد 15 كيلو من الحدود. فبالتالي اي شيء يتم بعدم تبادل معلومات او تشغيل خاطئ للسد او تخليل خاطئ للسد يؤثر بتاثير مباشر على سلامه السدود السودانيه. بالنسبه لمصر الحقيقه يؤثر تاثير مباشر على الامن القومي من ناحيه ايه؟ الامن المائي. بيأثر على كميه الميه المتوفره لمصر للاكتفاء باحتياجاتها في الشرب والزراعه والصناعه. فاصبح هنا ده تاثير مباشر، والتاني مصر تاثير على مدى اطول، لكن هنحس بيه خلال حتى الموسم نفسه. فاصبح الامر الحقيقه في منتهى الخطوره. السودان خايفه على منشاتها ومصر خايفه على شعبها من العطش ومن هنا بقى الطريق الثالث او الطريق الثاني يكون ايه؟ يعني اذا فضلنا ندور في العجله الدواره اللي هي سواء يعني هل يكون الكونغو مختلفا عن جنوب افريقيا في هذا الشان؟ هو يا فندم الامر الحقيقه واضح، واحنا بنحاول او اثيوبيا بتحاول انها تتهرب من مسؤولياتها كدوله أقامت هذا المنشأ ولو تأثيراته الضارة على دولتين المصابين. إيه هو الهروب؟ الهروب إن أي سد يبنى المفروض بتاخد دولتي المصاب أو دول المصاب لدراسة شيء هام، عدم الإضرار. تمام. عدم الإضرار بدولة السودان وعدم الإضرار بدولة مصر. عدم الإضرار في إيه؟ إن هو دوت المورد المائي اللي بيغذي الدولتين، وإقامة السد عليه بيؤدي إلى نقص في المياه. تاني حاجة الحقيقة إلى تأثير على الـ 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 الفيضان شكله. طيب. وكمياته قد إيه؟ صح. وده ممكن يكون ليه آثار تدميرية. أيوة، هي إثيوبيا مش عايزة تلتزم بشيء. أنا سؤالي هل يمكن أن يكون الكونغو مختلفا عن قيادة الكونغو مختلفة عن قيادة جنوب أفريقيا، ولا إحنا في نفس الإطار هنفضل أسرى لنفس المسار ومش ممكن هنخرج منه؟ هو ده الحقيقه اللي انا عايز اقوله، ان في اختلاف رئيسي ما بين دولتي مصر والسودان مع اثيوبيا. ايه هي؟ اثيوبيا بتقول لا، انا مش بدرس فقط اثار السد على كميه الميه والتدفق بتاع نهر النيل او النيل الازرق، ولكن انا عايز حصه. بمعنى انا ليا نصيب من هذه الميه ومن حقي ان انا انتقصها، بدون حتى ما توضح ايه هو النصيب ولا توضح ماذا تحتاجه من هذه المياه. تقول قبل ما نعمل الكلام ده المفروض تروحوا توقعوا عن تيبي ونقعد مع بعض نتفق مع دول حوض النيل كلها. مصر والسودان ويساندهما القانون الدولي بتقول ان ليكم حق في عدم الاضرار، وان السد المفروض ان هو يولد الطاقه الكهربائيه لاثيوبيا حقلها التنميه بدون الاضرار بحق الشعبين المصري والسوداني. فده المفروض النقطه الفاصله اللي احنا عايزين نتكلم فيها
حكايه ان انتوا عايزين حصه ايه. فده النقطه فاصله، والحقيقه هي دي نقطه الخلاف الرئيسيه اللي بتحاول اثيوبيا انها تلف وتدور حواليها وتستغل الاتحاد الافريقي في هذا الشأن. يعني كان وزير الري السوداني بيطالب بتوسيع المفاوضات، وده كان موقف السودان اصلا، ويكون فيها وساطه غير الافريقيه اوروبيه وامريكيه. الان تصريحات حمدوك بتتكلم على نحن في المسار الافريقي، هل ده تراجع ولا تصحيح ولا ده ايه، ولا ده مثلا تصريح لاننا في اطار القمه الافريقيه فبالتالي يعني الكلام يتسق مع النسق؟ فيها سياسة ولكن مفيش تراجع عن المبدا، يعني الإطار إطار أفريقي. وإنما الوساطة ممكن يخش فيها أكثر من وسيط، وخاصة إن المراقبين الحاليين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. نعم نعم. وهو بيطالب كمان دخل الأمم المتحدة على أساس ديت هي المظلة الرئيسية للعالم كله، ولكن الاطار الرئيسي بتاعي هو الاتحاد الافريقي. دخل الامم المتحده ودخل الولايات المتحده الامريكيه ودخل اوروبا كايه؟ كمراقبين؟ لا، يكونوا كوسطاء بحيث ان هم يضمنوا تنفيذ القانون الدولي، ويضمنوا ايضا توفير الخبرات الفنيه المطلوبه لحل اي مشكله خلافيه. طيب. او لايجاد حل وسط في بعض النقاط الخلافيه. طب بصراحه سياده الوزير، يعني هل احنا بقى لنا 10 سنين بنتفاوض، هل خلال 4 أشهر ممكن نوصل لنتيجة مختلفة، ولا الحقيقة إنه مفيش نتائج مختلفة؟ السؤال الثاني، هل المجتمع الدولي اللي واقف بيتفرج علينا ده، وما بيتفرجش على مصر بس، بيتفرج على مصر والسودان، والسودان بقت موجودة داخل المجتمع الدولي الآن، موجودة بوضوح، هل المجتمع الدولي ممكن يتحرك، ولا يعني هم ينظرون للأمر بعدم اكتراث؟ يعني هل ممكن في 4 أشهر والمجتمع الدولي دوره ايه؟ انا الحقيقه تخيلي صعوبه التوصل لاتفاق بشكل كبير جدا تحت مظله الاتحاد الافريقي، وقد يكون هناك اتفاق تحت مظله تحت مظله دوليه زي مجلس الامن او خلافه، فقط ان تم تصديره كمشكله تهدد الامن في هذه المنطقه، ومطالبين العالم بالتدخل لوضع حل. الحقيقه حل يتطابق مع ايه؟ مع القانون الدولي. لكن من غير كده الحقيقه اثيوبيا ماشيه في المخطط بتاعها اللي هو داخل في السنه ال 11 بابداع الحقيقه، ومشاكل مختلفه كل مره تتغير، بحيث ان يتم استغراق الجهد كله في حل مشاكل ليس لها داعي وليس لها علاقه بالمشكله الرئيسيه، وهي مشكله ملء وتشغيل سد النهضه حتى تاريخه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية ووزير الري الأسبق. يعني احنا في نفس العجلة. عايزة بس أقول جملة مهمة، إن اللوبي الإثيوبي في أمريكا هو لوبي قوي جدا، اللوبي الإثيوبي في واشنطن لوبي قوي جدا، لوبي يصدر المشكلة على إنها مشكلة تنمية، نحن دولة تحتاج إلى التنمية ومصر تريد أن تحرمنا من التنمية، محتاجين أن يكون لنا ضمن بقى اللوبيات اللي هي بتشرح سياستنا بتشرح الوضع، أن يكون عندنا لوبي قوي فيما يختص بهذه القضية بالذات، لأنها بالنسبة لنا قضية حياة أو موت. ربما أنا ليه بتكلم عن أمريكا؟ لأنه نرجع نقول أنه الدور الأمريكي دور مهم جدا في هذه القضية، واللوبي الأثيوبي في أمريكا هو لوبي قوي ومقنع، بالذات لما بيتكلم عن قضية التنمية، نقدر ان احنا نقنع العالم، مش بس امريكا، نقنع العالم انها قضية حياة او موت، وان احنا ما نقدرش ننقص متر مكعب واحد من نصيبنا من المياه. هل هنقدر خلال 4 أشهر ان احنا نحل، ولا اثيوبيا هتقوم بالملء الثاني الاحادي؟ يعني هذا ما سنرى. خلونا نذهب لشأن إقليمي آخر، ليبيا. وامبارح كان في انتخابات، أعلن عنها انتخابات لمرحلة مؤقتة تمهد للانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل. رئيس تم انتخاب يعني الدبيبة اللي هو رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة، والمنفي رئيسا للمجلس
المجلس الرئاسي بيبقى تصريحاته النهاردة: أهنئ كل الليبيين على التوافق على خارطة طريق سياسية جديدة، ونأمل أن تتمكن السلطة التنفيذية من إنهاء النزاع والوصول إلى انتخابات على أسس ديمقراطية. تعهد بالمضي قدما في موضوع الكهرباء بالأساس، الفاكسين أيضا للليبيين. ليبيا دولة غنية ولكن أهدرت مواردها في المرحلة والسنوات الماضية، يعني في عقود كثيرة، على السلاح وعلى الخلافات. خلونا أولا نتعرف من هم رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي الليبيين الجدد. مصر رحبت في بيان رسمي بالرئاسة الجديدة لحكم ليبيا. المتحدث باسم الخارجية المصرية قال إن مصر ترحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وأعرب عن تطلعه للعمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة، وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المنتخبة بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل. ويعني أشاد بجهود الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية. العملية السياسية كان دائما هو الحل السياسي والمسار السياسي كان الهدف المصري منذ البداية. كلام الرئيس إنه جفر وسيرة الجفرة هو خط أحمر، هو تحريك للعملية وليست دعوة للحرب، ولكن كانت دعوة للسلام. اتحركت الدنيا بعدها. يعني الحقيقة انه مسار السلام ومسار الحل السياسي هو المسار المنشود. مصر مش عايزة تحارب، مصر مش عايزة يعني معارك او ارهاب او مرتزقة على حدودها الغربية. يعني طريقنا واضح، وبالتالي رحبت مصر ورحبت الإمارات ورحبت المملكة العربية السعودية وكثير من الدول دول العالم، لأنه كمان أيضا هذا جهد من الأمم المتحدة، وهذا أحد مخرجات مؤتمر برلين الذي تحدث عن المسار السياسي. منذ قليل اللواء أحمد المسماري النطق باسم الجيش الليبي أيضا تحدث ورحب بنتائج انتخاب السلطة الليبية المؤقتة، وقال إن الجيش كان جزء من هذه التفاهمات وجزء من لا يتجزأ من العملية السياسية الدائرة الآن في ليبيا. رحب ب السلطة الجديدة وطلب بتوحيد الشعب الليبي وتوحيد القوات الليبية وأيضا خروج المرتزقة. نسمع ما قاله المسماري. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بشأن تشكيل سلطة سياسية جديدة. القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تبارك وتهني الشعب الليبي بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وعلى الجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها السيدة ستيفاني ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، التي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين. وفي هذا الإطار فإن القيادة العامة تتقدم بالتهنئة للشخصيات الوطنية التي تم انتخابها لشغل مقام المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي، ورئيس الحكومة الوطنية السيد عبد الحميد دبيبة، التي يعمل الليبيين قيامها بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021 وفقا لما تم الاتفاق عليه، وذلك لبداية انطلاق العملية الديمقراطية وبناء دولة ليبيا الجديدة، دولة المؤسسات والقانون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية صدر في بنغازي بتاريخ السبت الموافق 6 فبراير 2021. ماذا يعني هذا الانتخاب وهذه السلطة المؤقتة بالنسبة لمصر؟ مهم ان احنا نفهم
ماذا يعني، من هم القادمون إلى حكم ليبيا ولو مؤقتا؟ ما هي هذه السلطة؟ علاقتها إيه بينا؟ ماذا يعني بالنسبة لنا وماذا يعني بالنسبة لليبيا أيضا؟ وليبيا تهمنا كأمن قومي أيضا. ومن هنا لديسمبر التحديات التي تواجه هذه السلطة الجديدة، طب هتعمل إيه؟ هل فعلا المرتزقة هيخرجوا ولا لأ؟ هل هذه السلطة موالية لتركيا وجماعة الإخوان كما تردد كثيرا في عدد من يعني وكالات الأنباء ومحللين معي عبر زوم، السيد كاتب الصحفي أحمد جمعة، الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء الخير يا أستاذ لميس، سعيد أن أنا مع حضرتك وبمسي على مشاهديك الكرام. أهلا بك. ماذا تعني هذه السلطة أو هذا الانتخاب بالنسبة لمصر بصراحة؟ هل هؤلاء موالون أكثر للجناح التركي؟ احنا عارفين أن في جناحين مهمين في ليبيا، جناح المصري الإماراتي وفي أو العر يعني المصري الإماراتي، وفي هناك الجناح التركي القطري الموالي أكثر للإخوان. بصراحة وبوضوح، هذا الجناح ماذا يعني بالنسبة لنا؟ هل هم من المقربين لنا أم أنهم من الجناح الآخر؟ يعني في البداية مصر جزء من الجناح المعتدل الداعم للمؤسسات الوطنية في الأراضي الليبية، ودعوة المصرية من خلال مبادرة القاهرة أو إعلان القاهرة رسخت بشكل كبير لهذا الاتفاق الذي انبثق عن مخرجات مؤتمر برلين. السيد عبد الحميد دبيبة، ويعني بعض الناس لا يعرفون أنه أحد أبرز المقربين من المهندس سيف الإسلام القذافي، وهو كان المسؤول الأول عن مشروع ليبيا الغد. والنظام القديم كان يرتبط بعلاقات قوية للغاية مع الجانب التركي، الرجل علاقته بمصر جيدة، لا توجد أي مشكلات مع مصر، وزار مصر عدة مرات، التقى السيد غسان سلامة وقام بزيارات إلى القاهرة، لكن هو أقرب طبعا إلى المحور التركي. عبد الحميد دبيبة هو أصلا بالأساس مهندس، كان يرأس أحد أبرز المؤسسات الاستثمارية في ليبيا من عام 89 ل 2011، وهو كان مركز تطوير المراكز الإدارية، هي مؤسسة كانت تدير مليارات الدولارات، وكان أكثر التعاملات مع الجانب التركي. وللعلم أستاذ لميس، تركيا آخر دولة اعترفت بالمجلس الانتقالي الليبي عام 2011، هي ترتبط بعلاقات قوية للغاية مع النظام القديم ومع جماعة الإخوان. عبد الحميد دبيبة يحاول أن يقدم نفسه هو بأنه شخص توافقي تتوافق عليه كافة الأطراف، لكن هو أقرب بالتأكيد إلى المحور التركي وأقرب إلى جماعة الإخوان. وبالمناسبة ابن عمه هو السيد علي دبيبة، أحد أبرز الصقور المقربين من جماعة الإخوان، والذي يدير مليارات الدولارات في خزائن تركيا. يعني عبد الحميد دبيبة والسيد علي دبيبة بالمناسبة هناك هم يعني سلبوا مليارات الدولارات، القضية المشهورة بأوراق بنما، وأنهم نقلوا هذه الأموال إلى الجانب التركي. في المقابل السيد محمد المنفي هو ينتمي إلى قبيلة المنفة، وهي قبيلة الشهيد عمر المختار، هو ينتسب إلى المنطقة الشرقية أستاذ لميس، لكن هو فعليا لا يحظى بالقبول والدعم الكامل في المنطقة الشرقية، وهو أقرب أيضا إلى المعسكر الآخر وهو معسكر الغرب الليبي. الخيار الذي تم أو الانتخاب الذي قام به ملتقى الحوار السياسي الليبي لم يخلق التوازن. هو ملتقى الحوار الليبي الذي تشكل من 75 شخصية من مختلف المدن الليبية كان يهدف إلى طردية كافة الأطراف في انتخاب سلطة تنفيذية جديدة. الآن تم انتخاب سلطة تنفيذية جديدة لم تحقق هذا التوازن. لأوضح بشكل أكبر، الجيش الوطني الليبي زي ما بنقول بالمصري لا يوجد له ظهر أو سند في هذه السلطة الجديدة. القبائل الكبيرة ليبيا يعني بالأساس هي مجتمع قبلي، أكبر القبائل الليبية في المنطقة الشرقية على سبيل المثال قبيلة العبيدات أو قبيلة العواجير لم تمثل في هذا الجسم الجديد، مثلت قبيلة المنفة، هي قبيلة مع كامل الاحترام لها هي قبيلة صغيرة في الشرق الليبي، فضلا عن أن السيد محمد المنفي كان عضو في المؤتمر الوطني السابق الذي كان الإخوان لهم حضور كبير له في هذا المؤتمر، ثم عين سفير لحكومة الوفاق في اليونان وكان مقرب من السيد السراج، وكان حتى 5 فبراير الجاري كان عضو مجلس أعلى للدولة الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان فعليا. الأهم، هذه السلطة هي سلطة مؤقتة وعليها التزامات، وهي
تطبيق خارطة الطريق الذي التي يجب أن تنفذها بإجراء انتخابات نهاية العام الجاي. وهو ده السؤال، خارطة الطريق. إذا كان هذا التيار المنفي دبيبة موالي أكثر للجانب التركي، هل سيتمكن من تنفيذ خارطة الطريق؟ يعني معلش، صخيرات عملنا 500 صخيرات، والصخيرات جاء يعني استمر بعدها السراج لسنوات طويلة، ست سنين بعد انتهاء مدته. يعني هؤلاء صحيح. باقون أم راحلون؟ وما كانش فيه تركيا على الأرض. فده أول سؤال، هل الانتخابات ولا لأ؟ طب ما ممكن يقعدوا زي السراج وما يبقاش فيه انتخابات. اتنين، هل سيعملون على إخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وسحب السلاح اللي هي أساس المشكلة وعمقها في ليبيا؟ يعني هو سؤال ذكي جدا. في البداية هذه الحكومة أو السلطة التنفيذية الجديدة ملزمة وفقا لخارطة الطريق التي اعتمدت من ملتقى الحوار والتي اعتمدتها البعثة الأممية بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل. هناك مشكلة للأسف أستاذة لميس وضعتها البعثة الأممية، هناك انقسام داخل مجلس النواب الذي من المفترض أن يتسلم التشكيلة الحكومية في 26 فبراير الجاري. البعثة الأممية قالت في حال لم يلتئم المجلس ولم يتوحد ولم يعطي الثقة لهذه الحكومة ستمنح هذه الصفة أو هذه الشخصية الاعتبارية، شخصية مجلس النواب، إلى ملتقى الحوار الليبي. يعني وهذا أمر يخالف القانون والدستور. يعني ملتقى حوار يختار سلطة تنفيذية وبعد ذلك يمنحها الثقة، من سيحاسب هذه السلطة؟ والآن بدأ صراع على رئاسة مجلس النواب الليبي. لماذا؟ لأن وفق اتفاق المحاصصة الغير معلن الذي تحدثت عنه البعثة، رئيس المجلس الرئاسي يكون من الشرق، رئيس الحكومة من الغرب، ورئيس مجلس النواب من الجنوب. السيد المنيفي أختير عن برقة رئيس المجلس الرئاسي، نواب الجنوب الليبي الآن يطالبون برئاسة البرلمان. هذه مشكلة كبيرة. عبد الحميد دبيبة أول مشروع طرحه وهو نفس المشروع الذي طرح في مشروع ليبيا الغد الذي طرحه سيف الإسلام، هو مشروع المصالحة الوطنية. التحدي الأكبر على عبد الحميد دبيبة الآن هو كيفية تفكيك الصف الثاني والثالث من جماعة ليبيا المقاتلة وجماعة الإخوان الذين دفع بهم السراج إلى سدة المؤسسات السيادية داخل العاصمة طرابلس. جزء كبير أيضا سيحدد إمكانية إجراء الانتخابات أو لا، وهو المؤسسات السيادية واختيار رؤسائها، السبع مؤسسات، محافظ البنك المركزي، رئيس هيئة الرقابة، النائب العام. كل هذه التحديات ستحدد إمكانية إجراء الانتخابات، لكن لابد من الضغط بشكل كامل على هذه السلطة بأن تجري الانتخابات نهاية العام الجاري وألا تتخلى عن ذلك. أما موضوع المرتزقة، أعتقد أن السيد عبد الحميد دبيبة لن يكون قادر على الاقتراب من هذا الملف ولن يقترب منه كي لا يغضب تركيا الحليف الأقرب له. ولنا يعني أن نتصور أول اتصال هاتفي تم بين دبيبة والمنيفي كان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. طيب ماذا يعني ذلك بالنسبة لمصر بقى؟ مصر مع الاتجاه الحل السياسي ممكن ما يكونوش دول من المقربين، وكان ربما يكون التذكرة اللي كان عليها عقيلة صالح بشأغة مع الخلافات مقربة أكثر من الاتجاه المصري. ماذا يعني هذا الاختيار بالنسبة لمصر؟ هل أنا بصراحة على الغرب عندي حكومة صديقة أم حكومة غير صديقة؟ مصر تتعامل مع كافة الأطراف بسياسة واحدة واستراتيجية واحدة، هي تتصل مع الأطراف في الشرق وفي الغرب والجنوب، لا تدعم طرف على حساب الآخر، وهذا معلن. وبالمناسبة الزيارات التي تجري من قبل مسؤولين في الغرب الليبي وفي الشرق هي كثيرة ومتكررة، بعضها معلن والبعض الآخر غير معلن. بالمناسبة التصويت على قائمة عبد الحميد دبيبة ومحمد المنيفي هو كان تصويت عقابي، رفضا لفتح بشاغة أولا، ومن ثم رفضا للمستشار عجيلة صالح أحد أبرز الداعمين للمؤسسة العسكرية الليبية. اجتماع القاهرة المقبل 9 فبراير يوم الثلاثاء المقبل هو أحد أبرز اجتماعات الهامة الذي يمهد ويدعم الحل السياسي. هذا الاجتماع سيأتي إليه أو سيحضر فيه رئيس المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس السيد عماد السايح والبعثة الأممية بحضور مصري ورعاية الأمم المتحدة لبحث القاعدة الدستورية التي على أساسها سيتم الاستفتاء على مشروع الدستور الذي انتهت منه هيئة صياغة الدستور في 29/7/2017.
للاستفتاء على هذا المشروع ووضع القاعدة الدستورية أو قانون الانتخابات وآلية تعديل الإعلان الدستوري لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري. إذا مصر تدعم خطة البعثة الأممية، تدعم مخرجات مؤتمر برلين بشكل كامل، لكن عبد الحميد بيبا عليه عبء كبير، وهو كيفية لجم التشكيلات المسلحة والميليشيات التي تسيطر على المنطقة الغربية بشكل كامل، والأهم من ذلك عدم المأساس بالمؤسسة العسكرية الحالية الضامنة للأمن والاستقرار في ليبيا، وترك هذا الأمر للجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تبحث هذه الملفات. بشكرك شكرا جزيلا الزميل والكاتب الصحفي أحمد جمعة صحفي متخصص في الشأن العربي من اليوم السابع، بشكرك جدا على هذا التحليل. ومعي من باريس الكاتب الصحفي الليبي سيد كامل المرعاش. سيد كامل، ما هي أهم التحديات التي أمام هذا الفريق الجديد للسلطة الليبية، وهل هو قادر عليها؟ يعني تفكيك الميليشيات، الانتخابات في ديسمبر، إذا كانوا من الأكثر قربا من الاتجاه التركي، هل يمكنهم القيام بذلك؟ تحية لك ولكل المشاهدين. يعني واقعيا هناك ملفات ثقيلة جدا، أنا لا أتوقع أن الحكومة تستطيع أن تتجاوز كل هذه الملفات، ولكن يمكن تحديد الحد الأدنى وهي تهيئة البلاد للانتخابات. وهذه التهيئة تبدأ أولا بملف الأمن، الملف الأمني أولا، لابد أن تهيئ الظروف على الأقل تحييد الميليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس، لا أقول فكها وإنهائها، ولكن على الأقل تحييدها بشكل أو بضمانة دولية حسب ما تعهد الأمريكيون بذلك، حتى تفسح المجال للمفوضية العليا للانتخابات للبدء في بالفعل في تنظيم الانتخابات. النقطة الثانية هي تحسين الأوضاع المعيشية للناس، لأنه الناس تعيش في حالة سيئة للغاية، توحيد المؤسسات الدولة، توحيد الميزانية، هذه كلها يعني ملفات ثقيلة تحتاج إلى تركيز في عمل الحكومة. لكن هناك عقبات أساسية، العقبة الأولى هل كيف يتم التعامل مع التواجد العسكري التركي والمرتزقة السوريين؟ لابد أن تتصرف الحكومة ويكون لها مبادرات في هذا الاتجاه. ما هو السؤال، هل يعني إذا كان الاتصال الأول كان مع الرئيس التركي، فهل يمكن لهذا الفريق أن هو يفكك المرتزقة الأتراك؟ وأنا بتكلم على المرتزقة كلهم، أتراك بقى روس، يعني على جميع المرتزقة، هل يمكن تفكيك المرتزقة الأتراك وتفكيك هذه الميليشيات، ولا سيكون من الصعوبة بمكان الاقتراب من هذا الملف؟ هو الاتصال بالرئيس التركي هذه من موجبات العمل السياسي، أنت قادم على عمل سياسي وهناك دولة تتدخل وقلبت حتى الموازين العسكرية في البلاد وقلبت المعادلة، وبالتالي أنت مضطر أن تتحدث معها. أنا أقول أنه في المسألة والمعادلة المحلية مرتبطة أيضا بالمعادلة الإقليمية والدولية، ولا يمكن الفصل بين كل هذه المعادلات، والحكومة يجب أن تضع في اعتبارها أن تتعامل مع الجميع وأن تطلب من الجميع أن يكون تدخلاتهم إيجابية وليس سلبية. بمعنى أن تركيا أنا في تصوري لا يمكن أن تغادر ليبيا هكذا بدون ثمن، لأنها هي أصلا تربط الملف الليبي نزاحها في الشرق المتوسط. فالثمن يكون ايه سيد كامل؟ يبقى اذا كانت تركيا لا يمكن ان تترك ليبيا بدون ثمن، ما هو الثمن؟ الثمن هو اتفاق تركيا مع الاتحاد الاوروبي حول تقسيم نفط وغاز المتوسط، وايضا ضمان مصالحها الاقتصادية في ليبيا، وقعت العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، وأنا أعتقد كل هذا يمكن، لكن الذي لا يمكن السكوت عليه بالمرة هو التواجد العسكري واستمرار الابتزاز التركي بهذا التواجد في خلق فتن ونزاعات
لا تفضي إلى تسوية الأزمة في ليبيا. هذا هو الخطر. وهنا صح. لا أعول على الحكومة إذا لم تحصل على الدعم الإقليمي والدعم الدولي والأمريكي بالذات ستفشل. تتوقع دعما أمريكيا من إدارة بايدن الجديدة لهذه الحكومة كي يعني تعرف علاقة بايدن بأردوغان السابقة، هل تتوقع دعما أمريكيا لهذه السلطة كي تتخلص من هذا التوغل التركي؟ أعتقد أن هناك تسريبات حتى الأمريكان وخلال حتى المناظرات التي تكلم فيها المترشحون أمام اللجنة 75 كانت الأسئلة شبه محرمة في هذا الاتجاه. أنا شخصيا أرسلت 50 سؤال للبعثة لم يطرح منها سؤال واحد ولا سؤال واحد ولا سؤال واحد في هذا الموضوع الخاص بكيفية التعامل مع التواجد العسكري التركي، ما هو مصير الاتفاقيات التي وقعها السراج والغير قانونية بالزبط. كلها استبعدت من الأسئلة. لماذا؟ لأنه الأمريكيون هم من تعهدوا بأن ربما يكون هناك تمرحل أو سياسة مراحل في إنهاء هذا التواجد العسكري، بمعنى أنه لن يتم هذا يعني الرحيل التركي إلا بمراحل، ربما سيسحب في البداية جزء من المرتزقة، ربما ستجمد تركيا إرسال العتاد. على فكرة تركيا ما زالت إلى هذا اليوم ترسل العتاد العسكري، ما زالت تحسن من دفاعات القاعدة الجوية عقبة بن نافع الوطية التي تعتزم أن تنشئ فيها قاعدة عسكرية، ممكن أن تجمد هذه الأعمال وبضغط أمريكي، ولكن أنا كواقعي لا أتوقع أن تركيا تخرج. ربما سيترك هذا للحكومة المنتخبة الجديدة إذا بعد كانت الرابعة والعشرين. إذا كانت هناك انتخابات. طبعا إذا كان هناك انتخابات. حط إجا تحت إذا، دي أربع سطور، شفنا اللي حصل في الصخيرات يعني. بالضبط، وهذه فيه ملفات كثيرة، وأعتقد أنه أول خطأ وقع فيه رئيس الحكومة الجديد هو إعلانه بأن مقر الحكومة طرابلس الآن. إذا وقع في هذا الفخ فإنه لن يخرج منه، وسيكون مصيره مثل حكومة السراج التي رهنت نفسها للميليشيات، وأصبحت الميليشيات هي التي تسيطر على القرار السياسي. وشاهدنا كيف تراجع السراج في كل مرة تحدث فيها مبادرة من أبو ظبي إلى جنيف إلى بس. علاقة هذه السلطة بالجيش، علاقتها بحفتر، يعني مهام المجلس الرئاسي القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي والتعيين في المستويات القيادية الخاصة به وفق التشريعات النافذة، وإعلان حالة الطوارئ وما إلى ذلك، واعتماد ممثلي الهيئات الأجنبية والإعفاء وما إلى ذلك. إيه علاقة هذه السلطة ب خليفة باللواء خليفة حفتر أو مشير خليفة حفتر وبالقوات المسلحة؟ نقطة صعبة، وأعتقد أنه الفريق الجديد أو سواء كان في المجلس الرئاسي أو حتى رئيس الحكومة وعند تشكيلة الحكومة سيتضح هذا، لأنه ستيفاني ويليامز سربت بعض التصريحات الغامضة والغير محددة، حيث أشارت إلى تعديل لاتفاق السيارات و خصوصا فيما يتعلق بمن سيكون القائد الأعلى للجيش. كان في السابق رئيس البرلمان وهو رئيس الدولة ليس المجلس الرئاسي، ولكن هنا نوهت إلى أنه ربما يصبح المجلس الرئاسي لديه صلاحيات شرفية، وأعطت صلاحية تسمية حتى الوزارات السيادية لرئيس الحكومة بما فيها وزير دفاع. أعتقد أنه لو وقع رئيس الحكومة الجديد في هذا المأزق وسمى وزيرا للدفاع فإن ذلك سيعد عقبة أساسية له، خصوصا في مناطق سيطرة الجيش الوطني الليبي. وإذا اتجه نحو تشكيل ما يسمى بالحرس الوطني وهي فكرة إخوانية مستوردة من قطر فإنه يكون قد قضى أي أحلام لتقديم أي إنجاز على مستوى الاستحقاقات. يعني سؤالي بوضوح، يستطيع المنفي أن يعزل خليفة حفتر؟
يعني أنا مش فاهمة طبعا بصراحة، أنا بسألك لأني مش فاهمة. طبعا طبعا وفقا ل ليس فقط المنفي بل رئيس الحكومة عندما يعين وزير للدفاع ويكون من صلاحياته أيضا تعيين رئيس الأركان وكل القيادات العسكرية وكل القيادات الأمنية، هذا يعني أنه قد مس الجيش وقد مس قيادة الجيش، لكن أعتقد على المستوى العملي لن يقدم هذا الفريق على مثل هذه القرارات، لأنه هذه القرارات ستنسف العملية السياسية برمتها، وبالتالي أنا لا أتوقع أبدا أن يتم المساس بالمؤسسة العسكرية الحالية وقيادتها أيضا. ربما البيان الذي ألقته القيادة اليوم ورحبت فيه بهذا الحكومة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي خطوة ودية نحو هذه الحكومة، وتصبح مسؤولية الحكومة هي البحث عن تهيئة البلاد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وحل الملفات الاقتصادية والحالة المعيشية والتعامل مع القضايا الرئيسية مثل ما قلت قضايا المرتزقة والتواجد العسكري الأجنبي على الأرض الليبية. إذا دخلت في هذه المتاهة، وهذا ما كنا نخشاه احنا من فتح بشارة، لكن بفوز هذه القائمة أنا أعتقد جازما أنها لن تدخل في هذه المتاهات التي لن تؤدي إلا إلى تأزيم الوضع من جديد وربما عودة ليبيا إلى المربع الأول. بشكرك شكرا جزيلا سيد كامل مرعاش الصحفي الليبي من باريس. حبينا بس ان احنا ندخل اكثر عمقا، نعرف القضيه الليبيه قضيه معقده ولكنها مهمه جدا بالنسبه للشان المصري. ليبيا على الحدود، مهم جدا ان تكون الدوله على حدودنا الغربيه دوله صديقه، ده مهم جدا. الرئيس لم يتحدث عن الخط الاحمر وسيره الجفره وموضوع الحرب والكلام ده كله الا عندما اقترب الخطر. مصر تحمي حدودها وتحمي أمنها القومي في كل الأحوال. نتمنى التوفيق. مصر رحبت بهذه السلطة الجديدة، نتمنى التوفيق أمامهم تحديات كبيرة، نتمنى التوفيق ونتمنى الإعداد للانتخابات 24 ديسمبر كما أعلنوا. خلونا نذهب إلى محليا بقى، نرجع محليا كده ونروح مصر الجديدة. مصر الجديدة الجدل الدائر حول الكوبري القريب من كنيسة البازيليك في قلب مصر الجديدة. هذا يعني الجدل الدائر ما بين محاولات الدولة للتحديث، إن احنا نعمل سيولة مرورية نسهل حياة الناس من جانب، وبين الحفاظ على روح البلد، على التراث، على مش بس الاثار، وهقول لكم الفرق بين الاثر والتراث، ولكن على روح البلد، على جمالها من الناحيه الاخرى. ده جدل مش مصري فقط، وهو جدل واسع متسع في كثير من مدن العالم بالنسبه بالذات المدن القديمه. يعني معي على الهاتف سياده النائب محمد السلاب وكيل لجنه الصناعه ونائب مصر واحد نواب منطقه مصر الجديده ومدينه نصر. مساء الخير يا سياده النائب. مساء الخير يا ميسان. يعني انا عارفه ان انتوا على يعني حوارات مستمرة مع السلطات المختلفة، هل عندكم خبر؟ هل وصلنا لإيه حول هذا الأمر؟ في البداية طبعا بحب أشكرك على المداخلة. طبعا احنا النهاردة في يوم الثلاثة اللي فات طلع صور ان في وجود جثات بتتعمل في محيط كنيسة البازيليك. على الفور تعمل لجنة في الحزب وتم تكليفي في البحث عن هذا الموضوع و التحقيق منه والتأكد من وجود كوبري من حزب تقصد مستقبل وطن، عشان أكون حزب مستقبل وطن يا فندم. التأكد من إذا كان في كوبري سيتم إنشاؤه جنب كنيسة البازيليك أو فوقيها أو الكلام ده كله. المهم رحنا وتأكدنا، اتأكدت النهاردة بنفسي، شفت الخرائط وشفت الحاجة، وتم التأكيد على أن لا وجود لكوبري عند منطقة البازيليك، وأن كل الرسومات اللي ظهرت على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت مجرد اجتهادات. يعني احنا شفنا في رسمة أن الكوبري بيجي وبعد كده يبقى فيه مفترق ويبقى فيه من ناحية على يمينه ويساره وكوبري، ومرة ثانية على يساره ومرة من فوق الكنيسة،
فالكلام ده كله غير صحيح. كل ما يتم إجراءه هو الجلسات اللي بتتعمل دي علشان خاطر عملية التطوير الشاملة اللي هتحصل في مصر الجديدة من البنية التحتية، مياه وصرف صحي وخلافه، ورسم المخطط اللي هيتعمل لتنفيذ هذه الخطة اللي احنا نفسنا فيها من زمان لرفع البنية التحتية لمصر الجديدة. كمل يا سيادة النائب وبعدين أسأل حضرتك. فحصل لغط عند بعض الناس ان في كوبري، ان في قرار اتاخد بان في كوبري، لم يتم اخذ اي قرار بوجود كوبري في منطقة البازيليك. ممكن يكون كان في مخططات او كان في حاجات ولسه هتترسم. احنا ما فيش حاجة اسمها يتعمل كوبري في حتة زي ديت يطلع قرار في يوم وليلة، لا ده بيبقى فيه جسات، وبعد الجسات بيتعمل دراسات وبيتعمل رسومات، وفي اجراءات كبيره جدا بتتاخد علشان خاطر حاجه زي دي. فتم تاكيد النهارده بخصوص هذا الموضوع ان لا نيه لانشاء كوبري عند منطقه البازيليك نهائي. تمام، ممكن معلش اسال حضرتك انتوا قعدتوا مع مين؟ يعني هذا التاكيد من جهات رسميه؟ من جهات رسميه يا فندم طبعا. طيب اذا المعلومه اللي حضرتك بتقولها لي دلوقتي سياده النائب انه لا يوجد كوبري سيقام ولا يوجد مخطط حتى لإنشاء كوبري في هذه المنطقة؟ عند منطقة البازيليك نهائي خالص. طب بتقول لي إن المجسات اللي كانت موجودة دي ليه يا فندم؟ المجسات موجودة في القاهرة كلها دلوقتي علشان خاطر عملية الإحلال اللي هتتعمل لكل البنية التحتية. احنا شايفين دلوقتي الجسات، احنا لو حضرتك مشيتي في مدينة نصر في جسات، في السيدة زينب في جسات، في كل حتة. النهاردة في عملية إصلاح شاملة في الصرف الصحي والمية والحاجات دي كلها بعد التطوير اللي حصل. فالنهاردة محتاجين، النهاردة مصر الجديدة بعد الكباري اللي اتعملت فيها الجديدة، كان الكباري دي لما اتعملت حصل تطوير في البنية التحتية اللي فيها، ففي المناطق اللي ما حصلش فيها التطوير ده فبتتأثر النهاردة علشان بيبقى كمية الضخ فيها بتبقى أقل من المناطق اللي حصل فيها تطوير. فالنهاردة قبل ما يحصل حفر في أي منطقة لازم يتم عمل الجسات، وقبل ما يتعمل أي تطوير في أي منطقة بيتعمل عمل جسات. والتطوير اللي حضرتك بتتكلم عليه دلوقتي ده بيتكلم على حاجات لها علاقة بالمية والصرف الصحي، مش لها علاقة بكباري أو أنفاق. لا وجود لكوبري قولا واحدا، لا كوبري في عند منطقه البازيليك. لكن الكوبري ده كان المفروض، المعلومات المتداوله ممكن تكون غير دقيقه، انه كوبري بطول 2 كيلومتر هيبتدي من ميدان الاسماعيليه يمر بشارع عثمان بن عفان، ميدان البازيليك، بمحاذاه الكنيسه، مرورا بشارع الاهرام، وصولا للاتحاديه ونادي هليوبلس. بتقول لي كل، معلش اسال حضرتك سؤال، فضل. هو امنيا ينفع يبقى في كوبري جنب ممكن ينتهي لا يعني... ممكن ينتهي عند نادي، لا ممكن ينتهي عند نادي هليوبلس. حضرتك عارف ما نادي هليوبلس بعيد عن شارع الاهرام والاتحاديه في شارع الاهرام، فما فيش يعني... ما فيش كوبري يمر في شارع الاهرام خالص. ما فيش كوبري هيخش شارع الاهرام، ولا اهرام، ولا عثمان بن عفان، ولا طبعا البازيليك، ولا حته من الحتت. البازيليك ما فيش اي كوبري هيمر بجانب او فوق او تحت البازيليك. يعني سواء يعني احنا شفنا على السوشيال ميديا او على وسائل التواصل اكتر من رسمه، يعني احنا شفنا رسومات كتير وطبعا هي كلها افتراضات وكلها يعني اجتهادات شخصيه. وكل ده جه منين؟ يعني طب يعني كل ده جه منين؟ كل الفكره الرهيبه ان الكوبري والكوبري هيمشي من السكه دي للسكه دي، كله جه منين سياده النائب؟ لا هو يعني اصل هي لو فكره واحده كنا هنشوف مصدرها، انما احنا لقينا ان في اكتر من فكره وفي اكتر من الكوبري كان طلع بكذا شكل. فطبعا في تخوف كبير، واهالي مصر الجديده طبعا معذورين، واحنا كلنا بنعشق حته مصر الجديده وشارع الاهرام ده بالذات، يعني يعتبر من احلى الشوارع اللي موجوده على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها بالطابع الخاص بتاعه والطابع الاثري بتاعه والمعماري طبعا. واكيد الدوله عايزه تحافظ على هذا المكان، تحافظ على الطابع. فالدوله كمان النهارده قبل ما يتم انشاء اي كوبري، في على فكره مصر الجديده ليها كود، يعني ليها كود الحفاظ على التراث بتاعها من 2008، وفي ماده فيه بتنص على ان لا يتم انشاء كباري في المنطقه، فيعني في المنطقه اللي هي المميزه بتاعتها. فيعني النهارده احنا لازم نثق شويه في ان اكيد اللي بياخد صاحب القرار
النهارده او اللي بيتم اللي بيعمل الدراسه عندهم الخبره الكافيه والوعي الكافي ان هم يحافظوا على الطراز وعلى المنطقه. وانه حضرتك قلت جمله مهمه، مفيش حد بيوم وليله كده يطلع بمخطط يعمل لنا كوبري. ده بالظبط. وبعد كده الكوبري مش هيبقى سر، يعني لو في كوبري هيتحط يافطه ان في كوبري. طيب يعني اكيد وكمان مش هيتم. وكمان اظن ان انتوا كنواب مصر الجديده حضراتكم وانتوا بتكلموا الجهات المسؤوله اكيد بتقولوا لهم انه ارجوكم لما تفكروا في حاجه نعمل حوار مجتمعي، تكلم حوار مجتمعي، مش عايزاه ينزل يتكلم كل الناس ولكن يكلم النواب او يحصل حوار مع النواب عشان النواب ينقلوا وجهه نظر الناس. هما ده فعلا احنا اتكلمنا معاهم على النقطه دي، وهم يعني على اتم استعداد ان اي حاجه تكون موجوده ممكن تاثر على الناس بشكل سلبي يتكلموا فيها، وهم على استعداد تام ان هم يعني حضرتك بتقول لي انك اتكلمت احنا كلنا بنشتغل عشان المواطن وعشان البلد مع الحكومه مثلا او كده، يعني من غير ما تقول لي اسامي، بس حضرتك اتكلمت مع الجهات المسؤوله، مع كل الجهات يا فندم، كل الجهات المعنيه اللي لها الذي ليها لا الذي لها علاقه بهذا الموضوع تم التواصل معها. طب ده كلام مهم جدا، كل الجهات ان لا وجود لكوبري عند كنيسه البازيليكا. يعني اولا ده كلام مهم جدا، وانا عارفه ان حضرتك كنائب لمصر الجديده يعني سعيد ان انت بتقوله للناس، وانا بشكرك ان حضرتك يعني وكل نواب مصر الجديده اهتموا بهذا كان الامر. كان اليوم برضو دور قوي جدا ان احنا النهارده يعني الزميلين طارق شكري وعمرو السنباطي معايا طبعا لتهدئه الشارع والتاكيد الموضوع، وتم تكليفي من حزب مستقبل الوطن بناء على يعني هذه الازمه اللي كانت سايره يعني على مدار الثلاث ايام اللي فاتوا، وتاكدت من هذا الموضوع بنفسي وشفت الخرائط وتاكدت من كل حاجه ان لا وجود لكوبري. انا بشكرك جدا سياده النائب محمد السلاب على اولا بشكر النواب مصر الجديده الثلاثه الحقيقه، وبشكرك وبشكر نائب صنباطي ونائب شكري. ده دور مجلس النواب، وهنا ده دور مهم جدا لمجلس النواب انه ينقل وجهه نظر الناس، فنكتشف مثلا زي ما النائب السلاب بيقول انه ما فيش كوبري وان ما فيش قصه وان ده كله اختراعات للسوشيال ميديا، وانه لما يبقى فيه تفكير هيبقى فيه تواجد لمجلس النواب يعبر عن راي الناس. بحيي اهل مصر الجديده اللي برضو يعني اهتموا بمنطقتهم زي اهل منطقه الزمالك بالظبط. ده مهم جدا، ده دور مجتمعي مهم، حوار مجتمعي مهم، ان كل اهل منطقه لما يشوفوا حاجه يشعرون انها تسبب الازعاج او انها تؤثر سلبا على منطقتهم فلازم يتكلموا فيه. هذا حوار مجتمعي مهم. بحيي الحكومه ايضا اللي وضحت الامور بشكل جلي انه ما فيش كوبري في هذا المنطقه طبقا لما قاله النائب السلاب، وان دي مجسات كلها لتطوير البنيه التحتيه. اهل مصر الجديده الحقيقه تحملوا كتير جدا، لكن في النهايه الحركه بقت عندهم سريعه وبقت سيوله مروريه احسن كتير. انا عارفه ان هم يعني هم برضو تحملوا كتير وتشال المترو اللي كانوا بيحبوه، والمنطقه الخضراء ممكن تكون تقلصت ولكن الحركة بقت أسهل كتير. خلونا نشوف هذا التقرير، الحقيقة خبر مهم جدا، لا كوبري في منطقة البازيليك طبقا لما قاله النائب السلاب. هذا هو احترام للقانون، لأن منطقة مصر الجديدة جزء من القاهرة، احنا عارفين ان القاهرة كلها مسجلة تراث في اليونسكو، مدينة تراثية في اليونسكو، القاهرة كلها، الزمالك، جاردن سيتي، مصر الجديدة، كل القاهرة مسجلة بالذات، ومصر الجديدة زي الزمالك منطقة ألف، إيه؟ منطقة ألف في هذا التدرج إنها منطقة تراثية في من أعلى المناطق التراثية، وبالتالي الحفاظ عليها احترام القانون، احترام التراث. التحديث لا يعني عدم احترام التراث. أنا فعلا سعيدة بهذا الخبر وفخورة أن أنا بقوله، وفخورة أن السلاب بيقوله، وفعلا بشكر الحكومة اللي احترمت القانون ووضحت ده، لأنه الحقيقة الجدل كان عالي بقى واسع واستغل طبعا، وحطوا لنا الأهرام وحاطين فيها جواها كباري، وحطوا لنا منطقة برج إيفل وجواها كباري، يعني اشتغلوا لنا فيلم كده جامد جدا والناس كان جواها إحباط. فالحقيقة شكرا على هذا التوضيح، مهم جدا. خلونا نشوف هي ايه كنيسة البازيليك اللي احنا بنتكلم عليها دي، ليه بنحبها، ليه مهتليها لمصر الجديدة
بيحبوها ومرتبطين بيها. النهاردة صورنا هذا التقرير. احنا هنا في كنيسة السيدة العذراء الموجودة في شارع الأهرام بحي مصر الجديدة، واللي تعدى عمرها قرن من الزمان، ومعروفة باسم كنيسة البازيليك، تحفة فنية ومعمارية شاهدة على المكانة التاريخية والأثرية العريقة للمنطقة بالكامل. الكنيسة تابعة للطائفة الكاثوليكية في مصر، وأنشأها البارون إمبان بالقرب من أصرف مصر الجديدة بعد تكليفه للمعماري الفرنسي ألكسندر مارسيل عام 1910 بتصميمها، وتم وضع حجر الأساس عام 1911، ومع حلول عام 1913 اكتمل البناء وتدشين الكنيسة. هي اسمها بازيليك السيدة العذراء، ده الاسم الصحيح بتاعها، بازيليك السيدة العذراء. كلمة بازيليك دي معناها كاتدرائية، يعني هي كاتدرائية السيدة العذراء، واتبنت كنسخة مصغرة من كنيسة آيا صوفيا اللي موجودة في تركيا. في ناس كتير تعتقد ان هي اسمها كنيسة البارون، ما يعرفوش المسمى الصحيح بتاعها. وطبعا هي تعتبر الكنيسة الكاتدرائية الكبيرة بتاعتنا، بتاعت اللاتين في مصر الجديدة. البارون أمبان لما بناها حطها في الميدان عشان ما فيش أي حاجة تحيطها وما فيش أي حاجة تداري عليها. بعد وفاة البارون إمبان تم دفنه بالكنيسة بناء على وصيته، وأصبحت ضمن ميراث ابنه الثاني لويس، وتبرعت بها فيما بعد أسرته للكنيسة الكاثوليكية في مصر. البارون إمبان كان عاشق لمصر الجديدة، وهو عايز أنه كان زي ما هو عاش في مصر الجديدة برضك لما يموت يدفن في مصر الجديدة. بعد كده ابنه برضك طلب أن يدفن هنا، وطبعا المدفن تحت في صورته وفي ألقابه وفي صورة ابنه، وهو حاطط على الجدران في لوحات، لوحه مكتوبه فيه النياشين والالقاب العسكريه بتاعته، واللوحه الثانيه عليها الاعمال اللي عملها، اللي هي من ضمنها ان هو عمل المترو بتاع، طبعا مترو مصر الجديده اللي كان معروف زمان كان اسمه تورماي، ومن والاعمال اللي عملها في دول اجنبيه تانية في اوروبا. كنيسة تاريخية هامة وأحد العلامات البارزة اللي بتعبر عن الهوية الثقافية والتراثية لحي مصر الجديدة. هشام الرباط، كلمة أخيرة. بنحب تراثنا، بنحب هذا التراث، هو شخصيتنا. إحنا ما كنا لنصل لهذه 2021 إلا بكل من رحلوا، كل من صنعوا هذا التراث، كل من صنعوا. كل شارع فيك يا مصر بيحكي حكاية، كل حارة فيك يا مصر بتحكي حكاية تاريخ، ناس عدوا عليها هذا التراث، وحماية هذا التراث لا يتناقض على الإطلاق مع التحديث. احنا عايزين نعيش في مدينة جديدة، عايزين نعيش في حياة أسهل ومدينة متطورة، لكن هذه مدينتنا القديمة نحبها كثيرا، بنحب شوارعها جدا. أنا سعيدة جدا بالخبر ده، وأثق في الحكومة وأثق في الدولة إنها كمان تقدر هذا التراث وبتحبه قدر عشقنا لكل شوارع مصر. وأتمنى من السيد وزير الآثار والسياحة، أو وزير السياحة والآثار، إنه يكون هناك تسجيل للتراث المعماري، ليس فقط للآثار، عشان كل ما بنسأل على حاجة يقولك دي مش آثار، دي مش متسجلة. أتمنى أن نسجل التراث المعماري لمصر. كل عمارة فيك يا مصر دي تراث وحكاية، بيكتبوا عليها في إنجلترا، بيكتبوا هنا عايش كذا، إحنا عندنا ده. أتمنى أن إحنا نسجل هذا التراث المعماري، لأنه هو ده شخصيتنا. إحنا نخرج فاصل.